فانا بقلب في التيك توك لقيت ريفيو لمكان في التجمع بيعمل ايست كرواسو، يعني بيحط الايس كريم جوه الكرواسو، يحط عليه صوص بيري وبيقولوا ان هو تحفه. قلت لا احنا لسه نروح التجمع، تعالوا بقى وشوم هتعمل لكم احلى وصفه للايست كرواسو ده. هنجيب شويه فراوله متجمدين، هو كان عامله بالبيري وفي المنيو تقريبا في بصوص الاوريو، فما لقيناش بيري مش هنعمل اوريو، هنعمل بالفراوله عادي يعني، عادي ما هي ستروبري يعني، ما هي بيري برضو. هنحط الفراوله المتجمده وعليها عصره من الليمونه، وهنحط بقى معلقه من العسل كبيره يا معلقه من السكر، عايزاها بالعسل حطي، عايزاها بالسكر حطي، وارفعيهم على نار هاديه وقلبي كده تقلبتين. وطبعا لازم ابهدل الدنيا، ما بقاش شومه لو ما بهدلتش الدنيا، عادي لا حاجه تضايقنا ولا حاجه تعصبنا. قلبي تقلبتين لحد ما يتقل ويبقى عامل زي الصوص التقيل كده. خلاص هنجيب الكرواسو الحلو بتاعنا، اي كرواسو من المخبز، وهنفتحه زي الساندوتش كده، ونجيب ايس كريم فانيلا او اي نوع ايس كريم او اي طعم ايس كريم تحبيه، بس هو اللي لايق هنا الابيض يعني. خلاص هنحشيه كده جوه الكرواسو، وبعد كده نوديه بقى على طبق ونحط عليه صوص الفراولة اللي احنا عملناه. وقلت ممكن يبقى الصوص ده يبقى صوص توت او اوريو او اي صوص بقى لوتس، اي حاجة تحبيها على الكرواسو كده. وبقى بهذا الجمال، ايه رأيكم بقى؟ هعمل لكم معاه مشروب هقول لكم رأيي في الاخر. هنعمل من نفس الفراولة اللي احنا عملناها دي، صوص الفراولة ده اللي احنا عملناه ينفع لحلويات، ينفع تشيز كيك، ينفع للمشروبات، بصوا ينفع في حاجات كتير، ينفع يبقى مربى طبيعية يعني، مربى كده يبقى انت عملتيها في البيت، هو حاجة كده طعمها حلو وتنفع لحاجات كتير. هناخد معلقتين كده ونحطهم في الكوباية، وبعد كده هنروح للبن هنعمل له رغوة. ومش مهم خالص يبقى عندك الماشين دي او الفرنش بريس عشان تعملي رغوة للبن، ما تعمليش رغوة للبن، حطي لبن من غير رغوة. هنحط التلج، وبعد كده هنحط تلج كتير عشان يفصل، عشان الناس بتقول لي متعرفش تفصل، تلج كتير هو اللي بيفصل. نحط اللبن، حطيت معلقة من صوص الفراولة على اللبن، معلقة من صوص ايه الفراولة، ممكن تضربي لك فراولتين كده مع اللبن، هيديك اللبن الوردي اللي انا عملته ده. تمام، اللبن الوردي ده ليه؟ انا قلت علشان اعمل طبقات من الالوان. بس كده يا ستي، هننزل باللبن الوردي ده على اللبن الابيض على ظهر المعلقة علشان الالوان تفصل. تمام، بقى هذا المشروب الفظيع. المشروب ده كوري ومشهور قوي في كوريا يعني، بيعملوه ممكن تزودي له معلقه سكر كمان لو عايزه، بس انا شايفه ان هو كده طعمه حلو جدا جدا، مش محتاج سكر، لو عايزه سكر اكتر زودي. وبقى هذا الطبق والعصير، بصوا بقى تعالوا ندوق الكرواسو. بصوا يا جماعه فظيع بجد، طعمه روعه، طعمه حلو جدا، حرفيا غمزنا ايس كريم بالكرواسو مش بالعيش اهو، عشان بس محدش يقول علينا حاجه، غمزنا الكرواسو الايس كريم بالكرواسو. خلاص مش حرمكم من حاجه، والكافيهات لحد بيتكم، ومحدش يسالني فيه كام كالوري والكلام ده، احنا عاملين ايه؟ احنا عاملين دايت، ده بالوظويز، ده بيتحسب بالوظويز، ما تساليش، ده بيتحسب بالوظويز، ما تسأليش فيه كام كالوري. اشربي العصير، كل الكرواسو، وقولي الحمد لله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، شيروه، اكتبوا لي كومنت حلو.